اهلا بيكم. قرارات مهمه جدا اعلن عنها الدكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني امبارح خلال المؤتمر الصحفي. اتكلم فيها عن عده امور هامه. اولا عوده الدراسه للفصل الدراسي الثاني، كيفيه الامتحانات للترم الاول، كمان اتكلم عن امتحانات الثانويه العامه والشهاده الاعداديه. ويمكن من القرارات المهمه للطلاب واولياء الامور اللي اعلن عنها الوزير كان هو ان الحضور للترم الثاني هيكون اختياري مش اجباري. يعني هيكون في طريقتين بس للدراسه في الترم الثاني، اما ان انت تروح للمدرسه او تختار التعليم عن بعد، والقرار هنا سايبينه للطالب. كمان اعلن الوزير عن مواعيد الامتحانات لكل مرحله دراسيه، وقال انه هيتم عقد امتحانات الترم الاول من 27 فبراير لحد 9 مارس طبعا لسنه 2021، لكن امتحانات الشهادتين الاعداديه وايضا الثانويه هتكون في نهايه السنه. خلونا بشكل بسيط نبسط عليكم الموضوع ونقول لكم في نقاط محددة ومختصرة إيه هي مواعيد الامتحانات اللي أعلن عنها الوزير لكل مرحلة سريعا. أولا إحنا هنبدأ بالطلاب برياض الأطفال لحد الصف الثالث الابتدائي، لن تعقد امتحانات لهذه الصفوف. وقال وزير التعليم قبل كده أنه هتكون في تقييمات هيستلمها أولياء الأمور للطلاب في المرحلة دي. طيب نروح للطلبة من الصف الرابع الابتدائي لحد الصف الثاني الاعدادي او الثاني المتوسط، هيتم تأجيل جميع امتحانات المواد خارج المجموع لنهاية العام الدراسي، وايضا هيتم عقد امتحان واحد بس تحريري للفصل الدراسي الاول للمواد الاساسية اللي هي المواد اللي بتكون داخل المجموع. اما بخصوص الحضور هيكون يوم واحد وفقط، يعني هيتم عقد اختبار شهري واحد لجميع المواد، والحضور هيكون يوم واحد بس، وهيتم اخذ متوسط درجه الثلاث اختبارات في نهايه الفصل الدراسي الثاني. طيب المواعيد بقى الخاصه بامتحانات هذه المرحله هتكون كالتالي: اولا بالنسبه لسنه رابعه ابتدائي هتكون امتحاناتهم يوم الاحد اللي بيوافق 28 فبراير، سنه خامسه ابتدائي هيكون امتحاناتهم يوم الاثنين واللي بيوافق 1 مارس، وسنة ستة ابتدائي هيكون امتحانهم يوم الثلاث اللي بيوافق 2 مارس، وسنة أولى إعدادي بقى هيكون امتحانهم 4/3 مارس، وسنة تانية إعدادي امتحانهم هيكون 5/4 مارس. وزي ما قلنا إنه هيكون في امتحانات في نهاية شهور مارس أبريل مايو، ودي بديلة عن امتحانات الترم الثاني. طيب لطلاب الإعدادي تحديدا الصف ثالث إعدادي هيتم تأجيل جميع امتحانات المواد خارج المجموع لنهاية العام الدراسي. مش بس كده، هيتم عقد امتحانات تحريرية للشهادة الإعدادية في شهر يونيو الجاي في لجان مدرسية هتكون حسب الجدول التقليدي. طيب لطلاب أولى وتانية ثانوي هيكون ايه النظام؟ هيتم تأجيل جميع امتحانات المواد خارج المجموع لنهاية العام الدراسي، وهيتم عمل لجان او امتحانات الكترونيه للفصل الدراسي الاول، دي هيكون للمواد الاساسيه في لجان في المدرسه، وكمان هيتم عمل اختبار شهري الكتروني لمختلف المواد هتكون من البيت. وخلينا ناكد انه فكره الامتحانات، يعني امتحانات اولى وثانيه ثانوي هتكون شكلها ايه؟ اولا اولى ثانوي هتكون يوم 27 فبراير، وثانيه ثانوي هيكون يوم 28 فبراير. يعني نروح لطلاب الثانويه العامه بقى. طلاب الثانوية العامة هيتم تأجيل جميع امتحانات المواد خارج المجموع لنهاية العام الدراسي، وهيتم عقد امتحان تجريبي إلكتروني من المنزل هيكون في شهر أبريل الجاي. كمان هيتم عقد امتحانات إلكترونية للشهادة الثانوية في شهر يونيو الجاي في لجان أيضا مدرسية، وهيكون حسب الجدول التقليدي. وده معناه إنه الوزير أكد إن امتحانات الشهادة الثانوية العامة مش هتكون قبل شهر يوليو الجاي إن شاء الله، وزي ما قلنا هيكون مع وجود امتحان تجريبي للطلبة عشان يتدربوا في نهاية شهر إبريل. خلونا نأكد في نهاية الكلام على نقاط مهمة جدا ومختصرة وسريعة عن الموضوع عشان نلم الموضوع بالكامل، إنه ودي من أهم تصريحات الوزير بالمناسبة اللي قالها في المؤتمر. أولاً أكد إنه الوزارة استمرت في تقديم الدروس من خلال القنوات التعليمية، مش بس القنوات التعليمية، كمان المنصات الإلكترونية والمنصات المختلفة.
وإن جميع أجهزة الدولة بتجتهد لحماية أبنائنا الطلاب. وقال الوزير إنهم بيحاولوا حماية الطلبة في نفس الوقت كمان يستكملوا العام الدراسي بتاعهم، وأشار لتجربة معينة في دول زي استكلاندا ألغت العام الدراسي بالكامل، وإن الطلبة هيعيدوا السنة في هذه الدول، لكن مصر بتحاول قدر الإمكان إنها تنجح في استمرار الدراسة سواء في العام الماضي أو العام الحالي. أكد كمان الوزير إنه تم التنسيق مع وزيرة الصحة عشان يكون في تنظيم في عملية لقاحات فيروس كورونا، ونوه إن الوزارة مش هتنجح أو مش هتنجح أي طالب بدون تقييم. كمان أكد إنه لن يتم اختصار المناهج، وإنه لجنة إدارة أزمة كورونا اجتمعت امبارح لبحث سيناريوهات استكمال الدراسة، والدولة صممت يمكن مجموعة من الحلول المتفردة والمبتكرة خلينا نقول لتقييم الطلبة في التعليم عن بعد. وأيضا الوزارة صممت منصات إلكترونية للتعليم عن بعد، وكل ده بسبب طبعا الظروف الاستثنائية اللي بنمر بيها، ظروف كورونا. طيب، من كمان الأمور الهامة جدا ومن البنود الهامة في اللي ذكرها سيادة الوزير امبارح، إنه سيتم إعلان تفاصيل كيفية أداء الطلاب في الخارج الامتحان السنة دي، زي ما قلت حل مبتكر وجديد، وإنه هيتم الإعلان عن تفاصيله إن شاء الله نهاية الأسبوع القادم. أما بالنسبة لعودة الفصل الدراسي الثاني، فقال الوزير إنه تقرر عودة الحضور الطلابي للمدارس من 10 مارس بدون غياب، ده هيكون اختياري لولي الأمر، وهيتم إعلان جداول الحضور الطلابي للمدارس بعد كده. طيب، بعتقد دي أهم التصريحات وأهم البنود الهامة جدا اللي اتكلم عنها سيادة الوزير امبارح في المؤتمر الصحفي. مشكوركم جدا على المتابعة، وأي مستجدات في هذا الأمر لأنه غاية في الأهمية بالتأكيد بنوفيها مع حضراتكم. شكرا للمتابعة.